غير خذوني انا ما صابر على اللي مشاو غير خذوني. هذه سي شونسون اللي هي العالم بكى عليها ديال الناس الغيوان. انا كنت كنديرها من نهار مات لي المربيه ديالي، نهار قالوها ليا سي سامب سمعتها رعفت. اي بلو شوك اللي جاني، علاش؟ حيت مسكينه كانت بصحيحتها ما وقع لها والو، دو جوغ لوندومان مشات غير باش تزور عائلتها، طاحت تماك جاها ان بروبليم سيريبرال وماتت. هاد لا شونسون، هاد الاغنيه انا بكيت عليها بزاف، سورتو النهار اللي جاو قالوا لي بما شي واحد عندي في العائله مات، والسيده كانت صغيره يلاه فايتاني بشي 10 سنين، ما مريضه ما والو، ما كاين ما صعب من هذيك الموت اللي كتجي فجاه. الفراق صعيب اصلا، وكيكون صعيب على الناس اللي كيكونوا مازالين صغار وبصحيحتهم. وداك الساعات انا ما كنتش كوتش، وكانت عندي صعوبات كبيره باش نتجاوز، طحت في واحد لا ديبريسيون وما قدرتش نستحمل. اليوم بغيت ندير هاد لا فيديو باش نواسي الناس اللي عايشين هاد المرحله. كاين اللي مسكين ماتلو الاب ديالو ولا ماتلو الام ديالو ولا ماتلو شي وليد ولا بنيته، ولا بغيت غير نفسر لكم بما الموت حق، وان لله وان اليه راجعون. ولكن الفراق صعيب، ايوا نعم، وكاين ماشي ساهل على كل شيء. وكاين اللي الناس اللي كيبقاو بحال قلتي ما كيديروش الجنازه ديالهم، ما كيديروهاش على سنين، ومازال كتلقاهم متخبطين في شي حوايج اللي هما مألمينهم. اللي بغيت نقول لكم اليوم، واحد السيده سميتها كوبلا غوس دارت واحد البروسيسوس اللي هو مزيان بزاف، وعاون الالوفات والملايين ديال الناس اللي هكا عاشوا شي ازمه قاصحه ناتجه على الفراق مع شي واحد. اللي بغيتكم تعرفوا، انا ملي قالوا لي هذيك السيده ماتت، عيطوا لي في التليفون مع الالو قالوا لي بركه في راسك خديجه ماتت، بواغ وانا نرعف سيغ بلاص. عيطوا لي مع 6 الصباح، رعفت هزيت راسي بحال هكايا، ما ديتهاش حتى في حالتي. ولدي اللي كيقول لي ماما ماما عندك الدم عندك الدم، هزيت راسي بحال هكايا. اول حاجه اللي جاتني هي داك لو شوك، لو شوك ما فهمتش قلت ويلي كيفاش ماتت، ويلي بصحتها ما فهمتش، هي مشات غير مسافره وغادي اللي ترجع من هنا 4 ايام، اش وقع فيها؟ اش كاين؟ كيجيك واحد لو شوك اللي كتولي مخبط غير ب 20 ألف مليون مليار اسئله كدور لك في الدماغ وما كتفهمش. وغالبا الوقت لو شوك فين كيجيك؟ كيجيك هنا في هاد لابارتي ديال الصدر، وكيجيك بحال شي واحد هزيك دو تال السما وعطاك واحد لو كود بوا هنايا اللي ما كتبقاش تطلع ولا تهبط، والنفس مقطوعه. هذه مرحله اللي هي عاديه جدا، وكتجي لكل شيء ملي كيسمع الخبر ديال الموت، كو سوا خبر بفجأة او الاخبار اللي هي متوقعينها. حتى الناس اللي كيكونوا مساكن مرادو كيتوادعوا معاهم كيمشيو، حتى هي ماشي سهله. من موراها كتجيك واحد لافاز ديال لو ديني اللي هي النكير، كنولي كنقول كسكاسه وكنقول لا 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 ولا هي غتجي، ولي نعلو الشيطان دابا تعيط وتدخل علينا، ولي لا ما يمكنش، لا ما يمكنش هادشي ما وقعش. كتولي مخبطه ما بين العالم اللي هو حقيقي ديال دابا والعالم اللي هو خلقتي في دماغك اللي هو النكير. كتبدا تقول لا لا السيده هي داخله ما يمكنش، ويلي السيده ما عندهاش حتى 25 عام ماتت استغفر الله العظيم. دوك هذه المرحله الثانيه. واللي بغيت نقول لكم، هاد المراحل كلهم غالبا الناس اللي مات لهم شي واحد ولا الناس اللي كيتصنت ليا في هذا الفيديو راه غادي يدوز من هاد المراحل كامل، ماشي يمكن بهاد الصنف كما كنعطيه. هما كاين سبعه المراحل، كاين اللي غيبدا من المرحله الاولى ويتنقز للرابعه ويعاود يرجع للثانيه ويمشي للثالثه. من المهم اليوم بغيت نوعيكم بما هاد المراحل كاينين، هاد المراحل غندوزو منهم. والحاجه اللي شفتها وعرفتها واستوعبتها وفهمتها سهل عليا نتقبلها. الوغ المرحله الثالثه هي الغضب الشديد، كنوليو شحال نقول لك مقلقين على العالم باسره، علاش وقع لي هادشي، وعلاش داو لي امي، علاش تغصبت بنتي، وعلاش تغصبت في ولدي. واخا الواحد كيقول ان لله وانا اليه راجعون وكيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن ما خصش واحد التعاود كيعاود داكشي اكثر منه، فوق من طاقته فوق من جهده كيعاود ينوض، ومالي على هادشي ومالي انا ربي ومالي انا هادشي ومالي ما صبرتش وهادشي غير العافيه شاعله فيا وعاونوني وعش. دونك كيولي واحد القلق اللي هو خطير جدا. الناس اللي كيكونوا في هذه المرحله باش كتعرفوهم، اول حاجه داتهم كلها دايره هكا، حيت الواحد ملي كيكون مقلق كيكون معصب كيكون مجنن داته ما كتعاونوش، كيزيد يبقى في هذيك الحاله حيت داته كلها هكا. التنفس ديالو قصير كيكون هنايا، صدرو مزير عليه ما قد لي يطلع ليه يهبط،
اللي كنقترح على هاد الناس اللي كيكونوا في هاد المرحله ما فيها باس ينوض يمشي للحمام كيرخي. علاش الحمام؟ باش مزيان لا شالور كترخي له الذات ديالو، يمشي يتمشى شويه حتى البحر ويخشي رجلو في البحر. علاش؟ حيت المشي حتى هو كيهدن وكيخلي الواحد كيتنفس باللهواه، حيت التنفس ما كيكونش منين الواحد كيكون مقلق، التنفس كيكون مقطوع، كتولي لا ريسبيراسيون قليله وقصيره بحال هكا. من موراها كتجي واحد لافاز اللي حتى هي ما سهلاش، اللي هي لا تريستيس الحزن، اللي غادي كتبكي معاه واللي جاي كتبكي معاه واللي شاف فيك كتبكي معاه واللي ما شافش فيك حتى هو كتبكي معاه. حيت هاد لافاز ديال الحزن حتى هي صعيبه بزاف، بحال اللي عاد كتولي كتقبل وكتستسلم لهذاك الاحاسيس اللي دوزتي، وليتي بحال اللي كتقول صافي راه غير المعظم الله اجري في هذا السيد ولا في هذه السيده ولا في هذا الوليد ولا في هذه الوالده ولا في البنيته. كيطيح عليك واحد الضيم، قنطار ديال الضيم كيطيح لك على كتافك، وكتقول كي غندير؟ اش غيكون بيا بلا مهمتي؟ اش غيكون بيا بلا ولدي؟ اش غيكون بيا بلا الوالد ديالي؟ هذه المرحله هي ما هيش سهله، صعيبه. غير وكان الواحد احسن حاجه اللي تقدر دير ملي تكون في هذه المرحله هي تقبل، حيت الحاجه كاع اللي كتعارضها كتنميها وكتقويها وكتعطيها القوه اكثر من القياس. الا الحاجه واخا مقصحاني واخا معذباني واخا حرقاني واخا مشعل فيا العافيه، تقبلها. كتجي واحد لا فراز اللي هي لاكسبتاسيون اي لا ريزيناسيون، اللي هي كما نقولوا ان لله وان اليه راجعون، وهذا الشيء بغاه الله وهذا الشيء قدر وكتبه الله. الله يبدل محبته بالصبر، كيولي الواحد بحال اللي كيستسلم، بحال الواحد كيولي كيقول وما عندي ما ندير، هذا الشيء بغاه سيدي ربي وكيقبل. وبحال قلتي واحد كيتفاجأ، واحد صدرو كيرتاح. وهي واخا الفراق صعيب، واخا لا بيرسون اللي مشات راه ما نسيناهاش، راه مازال متشوقين ليها ومازال كنبغيوها، غير وكان كنوليو بحال قلتي هذاك الصراع الداخلي اللي عندنا، شي كيجر لهاد الجهه وشي كيجر لهاد الجهه. الحزن تجر من هنا والغضب يجر من هنا، الشوك يجر من هنا، كنوليو بحال اللي ايوا اللي عطى الله هو هذا والحمد لله على كل حال. وكنوليو كنشوفوا الشخص بواحد العين ماشي ديال النقصان، اللي هو تحرمت منه وتقذفت فيه وتغصبت فيه، كتولي كتشوف هذاك الشخص ك الحمد لله عشت دي مومون اللي هما مانيفيك مع ديك لا بيرسون، الحمد لله شركنا شي حوايج اللي هما زوينين. كتولي واحد لا فاز اللي هي ديال لاكسبتاسيون اللي هي مزيانه. اي من موراها كتجي لا ديغنيغ فاز اللي هي لا فاز ديال لاكسبتاسيون اللي هي التغيير. نتقبلوا عاود نخرجوا نعاود نلبسوا نعاود نماكييو نعاود نتفاعلوا مع الناس نعاودوا نسافروا نعاود نبنيو من جديد. كتولي واحد لافاز اللي هي فيها الامل وفيها الطموح. الى درت لكم هذا الفيديو اليوم ماشي باش نقول لكم هادشي اللي كدوزوا به سهل، لا، وما كاينش واحد في العالم اللي غايقول لكم هذه المرحله سهله، واللي قال لكم شي حاجه واحده اخرى كذب عليكم. مي عطيتكم شي وسائل اللي هما الا تصنتيو ليهم والا درتو بهم يقدروا غير يفاجئ لكم في هذه المرحله هذه اللي هي ما كتكونش سهله. اول حاجه احساس كما بغى يكون تقبلوا، حيت كاع الحوايج اللي كتعرضهم كتعطي لهم القوه. ثاني حاجه ما فيها باس، الا عندي الناس طايرين بيا وش واحد عطاني كتفو على من نبكي نبكي ونشكي ونعيط من يبكي معايا، حتى البكا كيغسل العينين وكيغسل القلب وكيغسل الروح وما فيها باس. حاجه واحده اخرى، الا عندي شي احساس ما مطابخني نشركو مع الناس، والا تغلبت لا اله الا الله كاينين دي بروفيسيونيل اللي كيقدروا يعاونوك باش تدوز بهذه المرحله باقل صعوبه. كانت معكم ناهد رشاد. اليوم بغيت نواسي الناس اللي فقدوا الناس اللي هم عزاز عليهم، يا وليد يا بنيته يا راجل يا اب يا ام، هذا هو. الله يشوف من حالكم والله يحفظكم.